رمضان معروف ببركاته وروحانياته، ده غير اللمة مع العيلة والصحاب، واللمة ما تحلاش غير بالمسلسلات، والمسلسل الحلو تعرفه من التتر، مزيكا وكلمات، حاجة كده تخطفك في مكان تاني خالص. وعلى مدار شهر رمضان هنعزف لكم تترات لمسلسلات أثرت في وجداننا، وكانت تترات عظيمة أضافت للأسرة المصرية وعاشت معانا سنين كتير. عشان كده قررنا نلعب وتلعبوا معانا. باختصار هيكون معانا كل يوم عازف الناي عبد الكريم محمد، هيعزف لكم تتر من مسلسل قديم. كل اللي عليكم تعملوه انكم تقولوا لنا التتر ده بتاع مسلسل ايه، وده التتر اللي معانا النهارده. عرفتوا ده مسلسل ايه؟ مستنيه اجاباتكم في الكومنتات. انا هدى ناصر، واستنوني في فزوره جديده.